مساء النور، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله. بغيت نشارك معكم واحد الدجاج مقلي بواحد الطريقه اللي سريعه واقتصاديه، وكيجي بنين بزاف، لذيذ، تيجي لذيذ. عندي هنايا هاد الطريفات ديال جوج ستر ديال الدجاج، وهاد جوج فخيدات. هادوك الفخيدات حليتهم بالموس باش يدخلوا ليهم القوام، ودرت شويه البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه الخرقوم، واحد شويه ثومه حكيتها، وشويه البصله، وخليتهم رقدتهم واحد المده، رقدتهم شويه. وعاد دابا كندير ليهم الطحين كومبلي، زعما كندير ليهم القمح الكأب بالنخاله ديالو. صراحة راه تيجيو زوينين بزاف. هما نديرهم في الزيت باش نقليهم بمكونات بساط، جو لذاذ لذاذ بزاف. نتمنى تجربوهم، و الا عجبكم خليوها ليا في الكومونتير. ودابا درت معاهم الفريت وطريفات الحامض وشليده ديال البصله ومطيشه ولاصوص. نتمنى تعجبكم الوصفه، ولا عجبتكم خليوها ليا في الكومونتير. شكرا بزاف على التشجيع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، ولا على خطاكم عليا، وتبقاو على خير.